طابت أوقاتكم أينما كنتم، حلقة جديدة من مدار الغد وفيها الانقسامات بين المعتدلين والمتشددين في إيران تتصاعد على خلفية تسريبات ظريف. تداعيات في الخارج بعد التسريبات، جمهوريون يطالبون بعزل كيري وبيان حاد اللهجة من روسيا. تسريبات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أحدثت زلزالاً مدوياً داخل إيران وخارجها، زلزال لا تزال توابعه تتوالى حتى اللحظة. ففي أحدث فصول التداعيات التي خلفتها المقابلة المسجلة مع ظريف في مارس الماضي والتي لم يكن مقدر لها أن تنشر في الوقت الحالي، فرضت طهران حظراً على سفر 15 شخصاً بتهمة ضلوعهم في تسريب التسجيل الصوتي الذي اشتكى فيه وزير الخارجية من نفوذ الحرس الثوري على الدبلوماسية. جاء ذلك بعد يومين من استقالة رئيس مركز الأبحاث الحكومية المسؤول عن إجراء المقابلة مع ظريف، والذي كان يعمل أيضاً مستشاراً لروحاني. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أمر بالتحقيق في تسريب التسجيل الذي استهدف حسب تصريحاته التسبب باختلاف داخلي وعرقلة محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. رأى مراقبون أن التسريبات ألقت الضوء على الصراع المكتوب بين الحمائم والصقور في الداخل الإيراني، والذي بدأت أول فصوله في الظهور. وأدت التسريبات إلى توجيه عاصفة من الانتقادات إلى ظريف من جانب المعسكر الإيراني المحافظ، سواء كانوا سياسيين أو من قبل وسائل الإعلام. وأوضح بعض المنتقدين أن تصريحات ظريف ترمي إلى كسب أصوات الإيرانيين إلى معسكر المعتدلين قبل أقل من شهرين على انتخابات رئاسية مقبلة لاختيار خلف لروحاني، وأن التسريب ليس سوى بداية للمواجهة بين المعسكرين. وفي ظل ما كشف عنه التسريب من صراع بين المعتدلين والمحافظين، تطرح تساؤلات عدة حول مدى مصداقية الدبلوماسيين الإيرانيين في أي مفاوضات، ومدى تأثير أي اتفاق يبرم مع طهران بصراع الحمائم والصقور. أرحب بضيفي مدار الغد، دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وعبر سكايب من لندن السيد حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد حسن، قبل الخوض بالأسباب والتفاصيل لهذه التسريبات، أبدأ معك بالتداعيات التي يمكن أن تلقيها على الداخل الإيراني وعلى المفاوضات النووية الإيرانية.
تحياتي. طبعا ستكون تداعيات خطيرة جدا على الداخل الإيراني، وبالتحديد على حكومة حسن روحاني وعلى التيار الإصلاحي والمعتدل، حيث كشف يعني ظريف في التسريبات المسجلة أنه كشف قضايا خطيرة جدا تتعلق بدور روسيا وتتعلق بدور الأمريكان في الصراع في إيران، أو كل يعني الأمريكان مع حكومة حسن روحاني وروسيا مع الحرس الثوري الإيراني، واتهام يعني المحافظين المتشددين وعبر التلفزيون الإيراني بأنه حكومة حسن روحاني أو أشخاص مقتربين من حكومة حسن روحاني يعني أعطوا أحداثيات للولايات المتحدة الأمريكية في قتل قاسم سليماني، هي أحد التداعيات الخطيرة والكبيرة والاتهامات الكبيرة التي ستكون لها تداعيات خطيرة جدا على حكومة حسن روحاني وعلى التيار المعتدل والإصلاحي. لذلك يبدو أنه ليس فقط إعطاء إحداثيات حول مقتل قاسم سليماني، بل تم اغتيال فخري زاده، وتم اغتيال العديد من العلماء والعديد من قادة الحرس الثوري الإيراني حتى في الأيام الأخيرة. هذا كله بتعاون أمريكي مع حكومة حسن روحاني. لماذا يتم هذا؟ من أجل إضعاف الحرس الثوري ودور المحافظين المتشددين بمسانده روسيه، اضعافهم حتى يبرز ويقوى التيار المتحالف مع الولايات المتحده الامريكيه وهو التيار المعتدل. لذلك نرى انه في ردا تاتي هذا التعاون، ردا على دور روسيا في ايضا يعني محاوله كما كشفها ظريف، محاوله من روسيا انه لا يتم اتفاق نووي وتقويه الحرس الثوري على اساس التيار المعتدل سيد حسن، ولكن من أمريكا. لذلك هناك يعني دعني فقط أسألك، ما الجديد الذي جاء في هذه التسريبات؟ الدستور الإيراني لا يضع صلاحية اتخاذ القرارات وإدارة الشؤون فقط بيد وزارة الخارجية والوزارات الأخرى، وإنما أيضا هناك نصيب للحرس الثوري الإيراني. يعني ما جاء بالتسريبات يعكس جزء من طبيعة البنية السياسية في طهران. صحيح، طبعا يعكس الواقع، وهذا كنا نتحدث به بشكل مستمر، أنه لا دور لحكومة حسن روحاني في السياسة الداخلية ولا الإقليمية ولا الدولية. الدور الحقيقي السياسي والأمني والهيمنة الكاملة للحرس الثوري الإيراني والتيار المحافظ بقيادة خامنئي. ولكن هذه التسريبات أو هذه الحقائق تكشف على لسان مسؤول رفيع المستوى، هذا طبعا تأتي اعترافات خطيرة، ليس يعني بدور هذا التيار او ذاك، لا، بالتعاون يعني الامني بين حكومه حسن روحاني والامريكان. انه ايضا تحدث روحاني بانه الامريكان من خلال جون كيري يعني يقدم معلومات سريه لايران حول يعني الاهداف الاسرائيليه في سوريا، وكانما هناك تعاون امني يعني تخادم اخذ وعطاء معلومات امنيه بين حكومه حسن روحاني وبين الامريكان. حكومه حسن روحاني تعطي معلومات حول الحرس الثوري الايراني ويتم استهدافهم، وايضا يعني الامريكان يعطون لحكومه حسن روحاني معلومات عن العمليات الاسرائيليه. هذا هو الجزء الخطير جدا في هذه التسريبات، وليس دور الحرس الثوري في الحياه السياسيه والاقتصاديه والامنيه، وايضا انه حكومه حسن روحاني يعني موظفين، ليس الا موظفين في مكتب خامنئي يعني الذي هو يدور كل صغيره كبيرة والحرس الثوري الإيراني. ما تم الكشف عنه هو طبعا في موضوع دور التيارات، هذا واضح وهذا معروف بالعمل، لا خيار لحسن روحاني ولا خيار لوزير خارجيته، بل هو الخيار. ولكن برأيك سيد حسن، ما الذي يدفع المرشد؟ ما الذي يدفع ظريف للتصريح بهذه المعلومات الخطيرة التي ذكرتها؟ هي ليست تصريحات للنشر، هي كانت يعني تسجيل من جميع الوزراء يعني يعطون تجربتهم بالايجابيات والسلبيات والتحديات التي واجهتهم خلال فتره يعني حكومه حسن روحاني، لتكون في الارشيف ويعني جزء من التاريخ الشفوي الايراني، يدونه مركز الدراسات التابع للبرلمان الايراني. لذلك حسن روحاني قال هذه يعني المقابله
تم سرقتها، وقال آشنا يعني حسام الدين آشنا مباشرة مدير هذا المركز، وأيضا دعا لمحاكمته، بالأضافة إلى أنه البرلمان الإيراني دعا إلى مسائلة روحاني، وهناك شكوى قدمت يعني من قبل تيار المحافظ المتشدد والهيئة الرئاسية في البرلمان، قدمت شكوى ضد روحاني وضد ظريف وضد يعني عديد من المسؤولين بما فيهم في مركز الدراسات وغيرها. وأنا أعتقد ستكون تداعيات أمنية خطيرة على روحاني وعلى ظريف، وأيضا ليس فقط انتهت حياتهم السياسية في المستقبل، بل حتى يواجهون تحديات حتى السجن، وهذا ما يعني أيضا تحدث به ظريف في نهاية كلامه، قال إنه ربما إذا نشرت هذه المقابلة ربما سألبس أنا زي السجناء، وهذا يعني يعرف هو المعلومات التي تحدث فيها خطيرة، ليس للنشر، هي للأرشيف من أجل أخذ يعني هذه الملاحظات في المستقبل في الحكومة المستقبلة في إيران. نعم دكتور محمد صالح، مرة أخرى مرحبا بك معنا من طهران. برأيك تسريبات ظريف هل سيكون لها تداعيات كبيرة على الداخل الإيراني؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين. أنا لا أعتقد بأن هناك تداعيات سوف تكون، إلا محمد جواد ظريف الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجرى في يونيو حزيران القادم، وبالتالي من أراد تسريب هذا الشريط هو أراد حرق ورقة ظريف الانتخابية، بالإضافة إلى الهدف الثاني كان وهو انهيار المفاوضات التي تجرى حاليا في فيينا. وبالتالي ما قاله ظريف في الشريط المسجل هو قال وجهة نظر للأرشيف الحكومي وليس لمقابلة صحفية تعلن للملأ أو لمقابلة تلفزيونية، وإنما هو أراد أن يحدد العلاقة بين العسكر، خصوصا إذا كان العسكر يمتلك مهمات خارج الأراضي الإيرانية، وهو أراد أن وهنا إلى يعني أي مدى يضع تصور. وهو قال أيضا إلى أي مدى هنا دكتور هذه التسريبات كشفت عن فجوة كبيرة بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني؟ أنا لا أعتقد بأن مثل هذه الأقوال أو التصريحات، يعني التصريحات التي تريد أن تعلق على تسريب شريط محمد جواد ظريف، هي تقول بأن هناك صراع أو حراب أو معركة أو ما شاكل ذلك. أنا أعتقد بأن مثل هذه يعني هذه التوصيفات وهذا التقييم أعتقد بأنه مبالغ فيه، وبالتالي هناك كما قال هو محمد جواد ظريف قال بأنني اجتهدت لكني في الميدان في مجال العمل أنفذ ما تقرره القيادة الإيرانية، ويبدو ولكنه لم يكن راضي دكتور محمد، بالدليل أنه حتى هو كان قدم استقالته. من أهمية ما نشر يعني كان منذ فترة قدم استقالته ثم تراجع عنها، تداعيات كثيرة حصلت حتى عند اغتيال زادة، حتى عند المبادرة السعودية لحل أزمة اليمن، كان هناك وضوحا كبيرا في هذه الفجوة وهذا الاختلاف في السياسات أو وجهات النظر بين الحكومة والحرس الثوري الإيراني. هذا طبيعي جدا، عندما يكون هناك اجتهاد وعندما تكون هناك مساحة لملء فراغ وتحرك في فراغ معين في مجال معين ويجتهد المسؤول تحدث مثل هذه الخلافات، من الطبيعي جدا. وفي كل العالم هناك خلاف بين الدبلوماسية وبين العسكر، بالولايات المتحدة، بكل الدول الغربية. المشكلة الآن هو تسريب الشريط وليس ما قيل في الشريط. تسريب الشريط هو مهم جدا لأنه توقيته كان في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة أيضا، لأن هناك مفاوضات في فيينا وهناك الانتخابات الإيرانية، وظريف يريد أن يرشح للانتخابات الرئاسية. السؤال هو المهم ليس ما قيل في الشريط، وإنما من يقف وراء
تسريب هذا الشريط. في إيران هناك عدة مراكز قوى موجودة، وهذه مراكز النقطتان مهمتان دكتور، يعني سواء ما قيل في الشريط أو من الذي يقف مجلس الأمن القومي الإيراني وراء هذه التسريبات، ما رأيك سيد حسن؟ يعني نحن هنا نتحدث عن عاملان مهمان، إذا ما نظرنا إلى التوقيت، فريق مفاوض موجود في فيينا، فريق إيراني، بلد مقبلة على انتخابات بعد أقل من شهرين، وتأتي هذه التسريبات. من الذي يملك المصلحة الكبرى لظهور هذه التسريبات اليوم؟ طبعا هناك يعني في إيران صراع على السلطة وليس خلافات، صراع على السلطة وصراع على من يدور، يعني من يمتلك كل القدرة ومن يدير البلاد وبأي توجه وبأي استراتيجية. واضح جدا أنه تصفيات، يعني من يختلف، لا يوجد خلاف في داخل إيران، خلاف طبيعي، وكأنما هناك ديمقراطية وخلاف، ومن حق أي شخص يختلف ويعطي وجهة نظره. لا، هناك صراع، ومن يختلف مع المرشد ومن مع توجهات المرشد هو يكون مصيرا مثل رفسنجاني، عزل ورفض حتى صلاحيته، وهو الرجل الثاني في النظام، وبالتالي قتل خنقا. وأيضا من يخالف مصيرا مثل الخاتمي، وهو معزول وممنوع من السفر، ومن يخالف مثل مصيرا مثل أحمدي نجات، وهؤلاء أيضا رفضت يعني تزكيتهم حتى في المشاركة في الانتخابات، وهم كانوا رؤساء ومعزولين ومطاردون، يعني بشكل واضح لا يوجد خلاف فقط، لا يعني صراع وتصفية من يختلف مع خامنئي. هذه الحقيقة الواضحة، لا توجد ديمقراطية بل دكتاتورية، والصراع على يعني من يشارك في الدكتاتورية ومن يقوم بنهب يعني المقدرات البلاد ومن الهيمنة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك. يعني ليس فقط هل تتوقع أن يكون مصير ظريف مثل مصير الذين سبقوها، الذين كانوا معارضين لسياسات الحرس الثوري؟ أنا أتوقع مصير ظريف أما هاربا وطالبا لجوء في الدول الغربية، أما سيكون مصيره مصير يعني، ولكنه قال بأن أنا كل الذي أردت أن أشرحه هو أن إيران اليوم بحاجة إلى نوع من الموازنة بين المؤسسة العسكرية وبين دوائر الحكومة في طهران. لا توجد هناك موازنة، طبعا هو من يدور البلاد كل خامنئي ومن خلال الحرس الثوري الإيراني. الآن الحرس الثوري الإيراني ليس مؤسسة عسكرية فقط، بل هي إمبراطورية اقتصادية، وأيضا هي يعني القوات الأمنية أو الاستخبارات الأمنية التابعة للحرس الثوري، عدة يعني مؤسسات وأجهزة، وهي أقوى من استخبارات العامة التابعة للحكومة، وأيضا هم موجودين في السلطة وفي البرلمان، وأيضا بكرة سيستلمون الرئاسة التنفيذية، بمعنى كل شيء بيد الحرس الثوري الإيراني. هناك محاولات من قبل المعتدلين أو الإصلاحيين أن يكون لهم دور، ليس يعني أعطاء استراتيجية جديدة في التعامل، لا، من أجل كيف يحافظون على النظام واستمرارة النظام. المعتدلون والإصلاحيين يعتقدون أنه العلاقة الاستراتيجية مع الغرب هي التي تحافظ على النظام وتساعدهم اقتصاديا، والمحافظون المتشددون يجرون بالبلاد نحو الشرق. بمعنى أيضا الصراع الموجود في داخل إيران هو انعكاس للصراع الموجود بين روسيا وبين أمريكا، بين الشرق وبين الغرب. هذا هو الصراع، أيضا معكوس بين تيارات النظام الإيراني، وأيضا الاغتيالات والاتهامات، وأيضا محاولات إفشال الملف النووي، كلها يعكس هو الصراع الموجود بين الغرب والشرق على طهران. وتنفذ التيارات داخل النظام بعضها أجندة المرتبطة بالشرق، أجندة روسيا، أجندة روسية، دكتور، وهذا ايضا نعم يعني ابقى معي سيد حسن. هذا ما جاء في اتهام وكاله تسنيم التابعه لاستخبارات الحرس الثوري الايراني، بانه يعني ما جاء في يعني شريط المسرب من اللي في ظريف، يعني وصف بانه يعني خيانه امنيه وخدمه للدول الغربيه، واضح جدا. وايضا يعني بمعنى هذا الاتهام خطير وستكون له تداعيات. دكتور محمد، هل توجه تهمه الخيانه لظريف بعد هذه التسريبات؟ نعم، هل توجه تهمة الخيانة لجواد ظريف بعد هذه التسريبات؟
أولا هذه التهمة لم توجه إلى محمد جواد ظريف لحد الآن. النقطة الثانية وهو الغريب في الأمر، من يسمع ضيفك من لندن يعتقد بأن هناك أما يوم غد ستكون ثورة في إيران أو بعد غد وسوف يسيطر هذا الجناح أو ذاك وتحدث ثورة في إيران. الأمر ليس كذلك. أنا أقدر ما قاله ضيفك الأستاذ حسن، لأن المعارضة الإيرانية دائما تقول هذا الكلام منذ أكثر من 40 عام، لكن لم يحدث شيء من ذلك. وبالتالي يجب علينا رؤية الواقع الإيراني كما هو وليس كما نريد نحن أن مسألة الصراع والموازنة والحرس وغير ذلك لا تنسجم مع الدكتاتورية. عندما يكون دكتاتور لا يوجد هناك صراع، وعندما يكون دكتاتور لا توجد هناك موازنة. الدكتاتور دكتاتور، وبالتالي الكل يفكرون مثل ما يفكر الدكتاتور، والكل يعملون مثل ما يريد الدكتاتور. إذن في النظام الدكتاتوري لا يوجد هناك صراع، ماذا تسمي الذي ما جاء في هذه التسريبات؟ ولا توجد هناك موازنة في مراكز القوى. نعم دكتور محمد، إذن ماذا تسمي ما جاء في التسريبات عندما نوه ظريف إلى ما سماه بالتدخل العسكري في كل قرارات الحكومة، بأن قاسم سليماني غلب مصلحة الميدان العسكري على مصلحة الدبلوماسية، وأنه تدخل في كثير من القرارات الاستراتيجية والهامة لسياسات إيران الداخلية والخارجية، ماذا تسمي هذا؟ نعم، عندما يكون هناك مساحة للاجتهاد لكل جهاز، سواء كان جهاز دبلوماسي أو جهاز عسكري أو جهاز اقتصادي، عندما تكون هناك مساحة لاجتهاد الوزير يحدث مثل هذا الأمر. وعلى مدى التاريخ هناك صراع وهناك نوع من اختلاف وجهات النظر بين المؤسسات العسكرية وبين المؤسسات الدبلوماسية، وهذا شيء طبيعي جدا. لكن عندما يكون هناك جهة مثل مجلس الأمن القومي الإيراني في إيران أو في مكان أخرى، مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى، عند ذلك في إطار مجلس الأمن القومي أو مستشارية الأمن القومي يتم اتخاذ القرار المناسب بعد مناقشة كل الاختلاف في وجهات النظر. في إيران توجد هناك مراكز قوى، وهذه المراكز القوى هناك مجلس الشورى، هناك وزارة الخارجية، مراكز القوة تابعة لخامنئي، وليس هناك رأي للحكومة الإيرانية. وعلى سبيل المثال يعني حكومة صادقت على يعني ما رادتها الولايات المتحدة الأمريكية. خليني يعني أتكلم عن وجهة نظري وانت تحدث. دكتور محمد استمعنا إلى وجهة نظرك، دعنا نستمع إلى سيد حسن. أيضا خامنئي، كل المؤسسات تابعة لخامنئي. على سبيل المثال عندما تم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، كان ظريف لم يعلم، ومن خلال وزير خارجية خامنئي. هذا غير صحيح، هذا شيء أنت تقوله باعتبارك معارض يعني للنظام الإيراني وتقول ذلك، لكن الواقع والتوصيف الواقع غير ذلك. حتى نتمكن من سماع وجهات النظر، أرجو يعني أن يلتزم كل ضيف بالوقت المخصص له. دكتور محمد، المقابلة، قال الرئيس روحاني بأن المقابلة أجريت لتكون بمثابة سجل داخلي ولم يكن الهدف أن تبث. لمصلحة من تم بث هذه المقابلة؟ من الذي سيستفيد من هذا التسريب برأيك؟ هناك عدة احتمالات. لحد الآن الأجهزة الأمنية الإيرانية لم تقل ذلك. الرئيس روحاني هو دعا وزارة الأمن الإيرانية من أجل معرفة من الذي وقف وراء تسريب هذا الشريط ولماذا سرب هذا الشريط. هناك عدة احتمالات. احتمال يقول بأن جماعة ظريف أو الإصلاحيين هم الذين، أرجوك حسن اسمح لي خلاني أحكي يعني لأنه ما قاطعتك. هناك عدة جهات يعني تقف وراء يعني تزور المحتمل. الحقائق تعطي صورة مختلفة عن الداخل الإيراني، تعطي وكأنما نحن لا يا أخي خليني أحكي. سأنت معارضة يعني أنا محلل سياسي يعني
ليس معارض، كل ما أقول أنا هو هي تصريحات من قبل مسؤولين إيرانيين. روحاني قال تم سرقة الملف، هسه لم انت يقل قاعد تسريح. بلندن، هسه خليني احكي كلامي وانت فكر بما اردت تريد ان تقول. اسمح لي ان اقول لك وجهة نظر يا اخي. انا لست لا معارضا ولا مسؤولا حكوميا. انا اعطيك تصريحات. اعود الى ما اردت ان اقوله. هناك عدة احتمالات، من يقف وراء ذلك والجهة التي تهدف وراء ذلك ماذا تريد؟ وبالتالي انا اعتقد بان هناك متشددين في إيران، هؤلاء هم لم يرضوا على الاتفاق النووي من الأول، ولم يرضوا أيضا على عمل السيد محمد جواد ظريف، ويعتقدون بأن محمد جواد ظريف لا يخدم المصالح الإيرانية. ولذلك يعني نحن رأينا بعد 2015 عندما توصلت إيران للاتفاق النووي كانت هناك معارضة شديدة لمحمد جواد ظريف، لكن هذه المعارضة الشديدة لم تلقي الآذان الصاغية بسبب أن القرار في إيران اتخذ، قرار المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق النووي اتخذ في مجلس الأمن القومي الإيراني، وبالتالي الجميع التزموا بهذا القرار بعد مناقشة كل الأمور والقضايا المتعلقة بالاتفاق النووي. وهناك هؤلاء المتشددون لحد الآن هم يعني يريدون إسقاط محمد جواد ظريف، خصوصا وأن هناك كلام في الداخل الإيراني بأن محمد جواد ظريف يريد أن يرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية. هل نجحوا في ذلك دكتور محمد؟ هو قال بأنه لن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية، لن يخوض هذا السباق. هل نجحوا إذا كان المتشددون هم الذين وقفوا وراء هذا التسريب، هل نجحوا في ذلك؟ هو صحيح قال بأنه لا يريد أن يرشح، لكن هناك حديث في داخل التيار الإصلاحي يقولون بأن أحد المرشحين لهم لهذا التيار هو محمد جواد ظريف، وبالتالي هناك كلام أنه هو يريد أن يرشح. الآن هو قال بأنه لا يريد أن يرشح حتى لا يحرق الورقة، لكن اسمه متداول. أتوجه بهذا السؤال إلى سيد حسن، التي تريد أن ترشح للانتخابات الرئاسية. سيد حسن، برأيك بعد هذه التسريبات هل أحرقت ورقة جواد ظريف في الانتخابات الرئاسية؟ طبعا هي ورقة جواد ظريف وورقة كل الإصلاحيين قد حرقت، وخامنئي اتخذ قرار قبل هذا التسريب أنه لا إصلاحي ولا معتدل في الرئاسة المقبلة. ونعتقد من قام بالتسريب هذا الشريط أو هذا يعني الكلام ليس المحافظين المتشددين، لأنه هذا الكلام هو ضربة كبيرة للمحافظين المتشددين، وكشف يعني الكثير من الخفايا والأمور التي لا يريد المحافظين المتشددين أن تخرج وتظهر على لسان ظريف. بل أنا أعتقد يعني جهة من التيار المعتدل أو هي من قامت من بتسريب هذا هو لقلب الطاولة على المحافظين بعد ما وصلوا إلى قناعة بأنه ليس هناك أي فرصة للترشحهم وقبولهم بالانتخابات. عندما خامنئي رفض ترشيح حسن الخميني، وايضا يعني هناك اخبار تفيد بانه يعني خامنئي رفض ترشح ايضا ظريف قبل هذا التسريب، ورفض ترشيح كثير من المعتدلين والاصلاحيين. لذلك هذه يعني المعتدلين قلبوا الطاوله على المحافظين المتشددين. ولماذا يعني ولماذا لا تكون المعتدلون هم من قلبوا الطاوله؟ ربما لانهم وجدوا في ظريف منافس قوي له حضور. لا، هو المعتدلين والإصلاحيين في 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 ساحة واحدة، هم متفقون وهم متحالفون، يعني هم المعتدلون والإصلاحيون في جبهة واحدة ضد المحافظين المتشددين. هؤلاء الإصلاحيين والمعتدلين الآن هم الذين قلبوا الطاولة معا يعني بوجه المحافظين المتشددين، وفضحوا كل أسرارهم وكل أعمالهم الداخلية والخارجية ودور فيلق القدس، وأيضا يعني قاسم سليماني بما يقوم فيه معارضا وضاربا لكل الأعراف الدولية والقوانين الدولية والدبلوماسية، لأنهم يعرفون لا دور لهم. يعني على سبيل المثال مجموعة لوائح مجموعة العمل المالي التي تم المصادقة عليها من قبل حكومة حسن روحاني ومن قبل البرلمان،
رفضت من قبل مجلس سيادة الدستور، وهي مؤسسة تابعة للمحافظ المتشددين ولا خامنئي، وأيضا تم يعني نقل هذا الملف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أيضا مؤسسة تابعة للخامنئي، وأيضا عطلت أكثر من عامين، أي بمعنى تم رفض، بمعنى أنه الحكومة والبرلمان لا دور لهم، يعني يقررون شيء لصالح البلاد ويتم تعطيل هذا القرار من قبل المؤسسات التابعة للمرشد. لذلك المرشد هو الذي يقوم بكل شيء، وأنا أعتقد أنه لا، يعني موضوع الخلافات موضوع جانبي، لكن هو الصراع، وهناك محاولات من قبل المعتدل. وضحت فكرتك سيد حسن، من أجل أن يكون لهم دور، لكن لا دور لهم في ظل الدكتاتورية. يعني وضحت فكرتك، دعني أنتقل سريعا وأريد إجابة سريعة من دكتور محمد. عندما يكون دكتور الحديث عن الهيمنة والسيطرة للحرس الثوري الإيراني على كل قرارات الدولة، ألا يزعزع هذا ثقة ربما المجتمع الدولي بالمفاوض الإيراني، أو يزرع نوع من الشك تجاه الدبلوماسيين الإيرانيين بشكل عام؟ أنا لا أعتقد بأن ما تحدث به الأستاذ حسن هو يعكس الواقع في الداخل الإيراني، لأن ما تحدث به من سحب البساط والمحافظين والإصلاح، هذه قواعد اللعبة الانتخابية. أنا أسألك في سؤال في اتجاه آخر سريعا دكتور، لا تنسجم قواعد اللعبة الانتخابية مع الدكتاتورية التي يتحدث عنها، وبالتالي أنا أعتقد حتى أن مفاوضات إيران في 2015 مع المجموعة الغربية لن يؤثر على مصداقيتها في التوصل للاتفاق النووي. الآن هناك سيد مفاوضات حسن أرجوك أخذت وقتك، يعني اسمح لدكتور محمد أن يجيب. القرارات الإيرانية وحتى أن نعم وحتى أن المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني روبرت مالي جاء إلى فيينا ويتحاور مع إيران، ويريدون التباحث خلال الأربع سنوات القادمة ماذا يمكن أن يرد، بأن إيران لديها مصداقية، لديها انتخابات. أنا لا أقول بأن ما تقوم به إيران من انتخابات ومن ديمقراطية هو الشيء الأفضل، لأننا يجب أن نقتنع لا زالت من دولة من دول العالم الثالث. وضحت فكرتك، أشكرك دكتور محمد. الديمقراطي قليل بالنسبة إلى إيران، وفي حساب الزمن وحساب الشعوب، لكني أعتقد بأن قياسا بدول العالم الثالث أنا أعتقد هناك ديمقراطية نسبية، هناك حرية شكرا نسبية. لك وضحت وجهة نظرك دكتور محمد صالح، أعتذر منك، انتهى وقت هذه المقابلة من طهران. دكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لسيد حسن راضي الباحث في الشؤون الإيرانية، كنت معنا من لندن. شكرا لكما ضيفي الكريمين، ونناقش أيضا معكم في مدار الغد. تداعيات في الخارج بعد تسريبات ظريف، جمهوريون يطالبون بعزل كيري، وبيان حاد اللهجة من روسيا. أهلا بكم من جديد. تداعيات تسريبات ظريف لم تقف عند الداخل، بل امتدت أثارها للخارج. 19 نائبا جمهوريا طالبوا بعزل جون كيري مبعوث الرئيس لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأسبق، بتهمة استخدام الدبلوماسية ضد المصالح الأمريكية، حيث ذكرت التسريبات أنه ناقش مع ظريف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، فيما وصفت الخارجية الروسية ما جاء في التسريبات بأنه يضر بجهود إحياء الاتفاق النووي.
من واشنطن ينضم إلينا ماثيو بروديسكي كبير الباحثين بمجموعة الأمن القومي الأمريكي، ومن موسكو أندري مورتازين الخبير في شؤون الشرق الأوسط، ومن جنيف دكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد أندري من موسكو. بتصريحات المندوب الروسي في فيينا قال بأن اليوم كل أسباب نجاح المفاوضات باتت متوفرة، وبالتالي هل هذا يعني بأن تسريبات ظريف لم يكن لها تداعيات ولن يكون لها تداعيات على مفاوضات فيينا؟ برأي أقوال محمد جواد ظريف لم تؤثر إطلاقا على المباحثات التي تجرى الآن في فيينا. لا يهم موسكو ماذا قال محمد جواد ظريف لزملائهم في إيران، أو ماذا قال للمشاهد الإيراني داخلي أو حتى للمشاهد الغربي. المهم ماذا يقول محمد جواد ظريف لنظيره سيرغي لافروف، وماذا يقول لرئيس بوتين، وما هي الأوراق التي يوقعها. هذا أهم شيء. فيما يخص التسريبات، هناك بعض الأسئلة. أولا، التسريبات ظهرت في الوقت المناسب. الوقت المناسب هو الوشك إعادة المحتمل لإيران إلى الصفقة، وإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة. السؤال فورا، من هو المستفيد؟ أظن أن بعض الأوساط في الولايات المتحدة لا ترغب إنعاش صفقة مثل ما كان عليه قبل خروج إدارة دونالد ترامب منها. وطبعا هذا سبب أول. وسبب ثاني، برأي هناك الاستفزاز السياسي من أجل تشويه سمعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وتقويض فرصه للانتخابات المقبلة، الانتخابات الرئاسية في إيران. برأي هذا هو السبب لهذا التسريب. سيد ماثيو، أنتقل إلى واشنطن. شيء سياسي لأنه تجري في الأوقات المناسبة. وضحت فكرتك سيد أندري. سيد ماثيو، التسريب كشف قيام جون كيري بإخبار ظريف بتنفيذ إسرائيل لـ200 هجوم على مواقع إيرانية في سوريا. برأيك هذا التسريب هل أضر بالعلاقات بين تل أبيب وواشنطن؟ لا ينبغي أن يحدث ذلك، ولكن نحن نتعامل مع الشكلين المختلفين في الولايات المتحدة، الحزب الديمقراطي، ومن الواضح أن هذه المجموعة هي التي تريد أن تعود مرة أخرى إلى الاتفاق النووي. السيد كيري، والحقيقة بأن اجتماع كيري مع السيد ظريف كان خلال فترة ترامب، وكان في ظل هذه الإدارة. هذه الإدارة كان لها موقف مختلف عن الإدارة الحالية التي تريد أن تعود مرة أخرى إلى الملف النووي، وبالتالي ليس هناك أي اهتمام بما حدث من قبل. ما يقومون به الآن هم يركزون على ما قاله السيد بلينكن في الكونغرس باحتمالية أن يتم رفع هذه العقوبات قريبا. دكتور حسني من جنيف، برأيك اليوم النظرة الأوروبية للمفاوض الإيراني هل تغيرت بعد هذه التسريبات؟ أعتقد أن الدول الغربية، الدول الأوروبية المشاركة في مفاوضات فيينا أو حتى الغير مشاركة، هي تعلم منذ فترة بأن القرار السياسي في إيران، خاصة المتعلق بالسياسة الخارجية وبالمفاوضات النووية، هو ليس فقط في أيدي الإصلاحيين، هو ليس فقط في أيدي جواد ظريف، وإنما كذلك في أيدي جهات أخرى أكثر تشددا، سواء المرشد سواء كذلك الحرس الثوري. النقطة الثانية، هناك يعني قبول كبير يحظى به جواد ظريف في لدى الدول الغربية وحتى لدى الولايات المتحدة، وهناك العديد من الدبلوماسيين هنا في أوروبا كانوا يقولون بأن جواد ظريف في النهاية هو أحسن مرشح بالنسبة للغرب، وهم كذلك يقومون بنفس الربط ما بين الانتخابات المقبلة وكذلك فرص جواد ظريف ليس في الانتخابات الرئاسية، لأنها القضية معقدة وستخضع لحسابات داخلية إيرانية، لكن قدرة نجاح روحاني وظريف في تمرير الاتفاق أو تمرير عودة الولايات المتحدة للاتفاق الإيراني. وبالتالي هذه التسريبات هي من شأنها إضعاف
ظريف داخليا لكن ليس خارجيا، باعتبار أن قضية توزيع مصانع القرار أو تعدد مصانع القرار داخل إيران أمر يعني معلوم منذ فترة. سيد أندري، قالت الخارجية الروسية بأننا نعرف من يريد التلاعب بالعلاقة بين إيران وروسيا، من برأيك صاحب المصلحة في توتير العلاقات بين الدولتين؟ أظن أن بعض الوسط في الولايات المتحدة التي لا تريد تقارب روسي إيراني أولا، والتي لا تريد عودة الولايات المتحدة إلى الصفقة الإيرانية، هذا شيء واضح. وما هي وسائل الإعلام حيث كان التسرب؟ ألا يمكن أن يكون العكس صحيح؟ قناة إيران الانترناشنال، يعني أليس هل من مصلحة روسيا اليوم أن تطبع إيران علاقاتها مع الغرب؟ هل هناك مصلحة روسية في ذلك؟ في مصلحة روسيا أن تعود إيران إلى الملف، إلى الصفقة الإيرانية، إلى الصفقة مع الدول الستة، هذا ما ترغب موسكو مثل بقية الدول. طبعا روسيا تريد العودة إلى الاتفاقيات التي تم إبرامها في 2015 بدون تغيرات وبدون أي تعديلات. طبعا إيران كانت تنفذ بالواجبات المفروضة عليها، الولايات المتحدة هي التي خرجت من هذه الصفقة إدارة ترامب وليس إيران. طبعا وضحت فكرتك، إيران قام بالخطوات. وضحت فكرتك، سأعود إليك. ولكن سيد ماثيو في واشنطن، سؤالي لك، 19 سيناتورا جمهوريا طالبوا بايدن بعزل جون كيري، برأيك ما هي فرص استمراره في منصبه كعضو في مجلس الأمن القومي؟ في الولايات المتحدة اتفاق إيران يركز على السياسات، والحقيقة جون كيري لن يتم عزله من منصبه، وأعتقد أن ذلك قد من وجهة نظري ينبغي أن يحدث لأسباب أخرى، ولكن لا أعتقد بأنه سيتم عزله من منصبه. هو في الوقت الحالي في منصب يتعلق بتغير المناخ وليس كوزير للخارجية. عندما التقى بظريفة لم يكن من المفترض أن يقوم بذلك، عندما تحدث عن تقارير خاصة بهجمات إسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا، وقد تحدث عن هذه الهجمات في سوريا واستهداف بعض العسكرية في إيران. هذا الأمر لم يكن ينبغي أن يتم الحديث عنه، لأن هذه معلومات سرية. وفي واقع الأمر السيد ظريف في حد ذاته لم يكن يعرف هذا الأمر، وكان ذلك واضحا لمعظم أنحاء العالم. القضية الكبرى في الولايات المتحدة أن الديمقراطيين بشكل واضح يريدون العودة مرة أخرى إلى الاتفاق النووي، وأشار زميلنا من روسيا بأن هناك رغبة لدى إيران للعودة إلى الاتفاق النووي ل 2015. هذا هو الأمر. وزير الخارجية أيضا أشار بأنه يريد اتفاق أفضل، اتفاق نووي أفضل، وهم يحاولون القيام بذلك ويسيرون في كل المسارات للعودة مرة أخرى إلى الاتفاق النووي. دكتور حسني، حسب تسريبات ظريف، سعت روسيا إلى عرقلة إتمام الاتفاق النووي في مراحله الأخيرة عام 2015. كيف تنظر أوروبا أو ينظر الغرب إلى هذه الجزئية من التسريبات؟ نقطة روسيا صحيح هي نقطة خلاف داخل دول اتحاد أوروبا. هناك العديد من الدول الأوروبية لا تثق أصلا في الدبلوماسية الروسية، وترى كذلك بأن محاولة روسيا أن تكون هي ساعي البريد الوحيد بين الولايات المتحدة وذلك إيران، والذي برز خاصة في الأيام الأخيرة في الاتفاقية في المفاوضات التي تجري حاليا والتي توقفت اليوم في فيينا، ترى في ذلك بأنه محاولة لخلق أو تقوية تحالف بين موسكو وبين طهران، خاصة وأن روسيا الآن لديها علاقات صعبة جدا مع
الولايات المتحدة وكذلك مع الدول الأوروبية. لكن كل ما يهم الدول الأوروبية أعتقد هو ليس عودة إيران. كما تعلمين هي إيران أصلا لم تغادر الاتفاق النووي، ولكن كيف يمكن إنجاح المفاوضات الحالية ومحاولة تسويق المقترح الأمريكي الذي إلى حد الساعة لم يلقى بقبول من قبل القادة الإيرانيين، وكذلك القول في النهاية بأن ظريف هو رجل المرحلة، والدليل على ذلك هذه التسريبات التي تثبت فعلا بأنه هو الرجل الذي يمكن أن إذا استطاع أن يعود بالولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات، فإنه الرجل الوحيد الذي يمكن أن يحد من النفوذ الإيراني خارجيا وكذلك من النشاط المتشددين في منطقة الشرق الأوسط. وكما تعلمين التسريبات أشارت بإشارة قوية إلى ما يحدث في سوريا والدور الروسي كذلك هناك. سيد أندري، هل قامت روسيا بالفعل بتوريط إيران في الحرب البرية في سوريا كما قال ظريف، وما هي مصلحة روسيا من ذلك؟ فيما يخص سوريا، طبعا ربما كانت هناك تناقضات بين روسيا وإيران فيما يخص الحرب، ولكن يجب ناخذ بعين الاعتبار أن اللواء قاسم سليماني وصل إلى موسكو في مارس 2015، أما التدخل العسكري إلى سوريا من قبل روسيا صار بعد 6 أشهر في نهاية شهر سبتمبر في 2015، يعني الفترة 6 أشهر. ولا أعتقد أن موسكو أثرت على إيران وأجبرت إيران للتدخل إلى سوريا، أنا لا أعتقد. طبعا المباحثات بين سليماني والمسؤولين الروس كانت سرية، وهذا يمكن أن نتكهن ماذا قالوا. وأنا لا أعتقد أن روسيا أجبرت إيران للتدخل في سوريا، بالعكس إيران كان يهتم بأكثر درجة للدعم بشار الأسد، لأن نظام بشار الأسد كان يعتمد دائما على طهران، هذا ليس سرا. فيما يخص الأقوال أن روسيا قد حالت دون لعقد الصفقة الإيرانية، هذا شيء عجيب، وأنا لا أعتقد أن إذن بماذا تفسر تسريبات وزير الخارجية الإيراني موافقا حول عرقلة الاتفاق عام 2015؟ أولا أنا لا أتأكد من صحة هذه الأقوال أولا، حتى إذا كانت هذه الأقوال، أنا هذه الأقوال كانت غير رسمية، وأنا لا أعرف مع من كان يتكلم سيد ظريف، إذا كان يتكلم مع زملائه في إيران أو كان يتكلم للمشاهد الغربي أو للمشاهد الداخلي الإيراني، ربما كان له المصالح الخاصة. ولكن فيما يخص الأقوال على الأساس الرسمي مع المسؤولين الروس، لم يكن هناك مثل هذه البيانات والتصريحات أن روسيا قد منعت، يعني ربما من هناك وجهة نظر تقول بأن غياب الإيراني، بالعكس غياب وزير الخارجية الروسي في الصورة الشهيرة التي جمعت الدول الأعضاء كانت أيضا مؤشر على عدم رضا روسيا عن هذا الاتفاق في لوزان السويسرية لم نتذكر. روسيا كانت تساعد لعقد هذا الاتفاق، وهذا الكلام غريب أن روسيا منعت أو كانت تعيق لعقد هذا الاتفاق، هذا كلام غريب جدا بالنسبة لي، ولذلك أنا لا أتأكد من صحة هذه الأقوال. طيب. أنا سميت هذا الصوت باللغة الفارسية، أنا لا أستطيع ترجمة. تمام، أخذ رأي سيد ماثيو. سيد ماثيو، برأيك هل كان مصلحة لموسكو بعرقلة الاتفاق النووي عام 2015 حسب ما جاء في تسريبات ظريف؟ بالنسبة لي الولايات المتحدة ومنظورها فيما يتعلق بإيران، فهي أرادت الأمرين،
لقد كانت روسيا هي التي أرادت أن تتمكن من بيع أسلحة إلى إيران، وبالتالي كانت تريد الحرب أكثر من أي دولة أخرى لأن يكون هناك استغلال وتسويق لهذه الأسلحة. ذلك كان في أكتوبر عندما بدأت بيع المعدات العسكرية لإيران، كانت هذه مصلحة لتحقيق أرباح من بيع هذه الأسلحة وللحرب في سوريا. كانوا يريدون أيضا حصد الثمار من هذه الحرب. إيران كانت مهتمة أيضا بأن تقدم لهم الدعم على الأرض، وبالتالي نعم. دكتور حسني، سؤالي الأخير لك، المحادثات النووية هل ستكون هذه التسريبات عائقا أمامها؟ ما المنتظر من الاجتماع يوم الجمعة المقبل بشأن هذه المحادثات في فيينا؟ يعني عطفا على سؤالك الأخير وما قبل الأخير، وهناك ربط ما بينهما. أنا لا أعتقد بأن التسريبات التي وزارة الخارجية الإيرانية لم تنفيها، وهي كانت يعني موجهة لمركز دراسات تابع لرئاسة الجمهورية الإيرانية. أعتقد أنه روسيا رأت بأن هناك خطر أن إيران تتوجه نحو الولايات المتحدة، وكما تعلمين هدف الإيرانيين، هدف الشعب الإيراني وهدف الإصلاحيين هو المفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة منذ فترة. ما يهمهم هم واشنطن، وبالتالي إذا تقدمت المفاوضات وإذا استطاع الإيرانيين جلب مع الأوروبيين جلب الولايات المتحدة مرة ثانية إلى الاتفاق، فيعتبر انتصار للإصلاحيين في إيران وهزيمة للمحافظين، وأعتقد سيكون كذلك هزيمة لروسيا. يعني هذا، وأنا أتفق مع تحليل ظريف وهو أن روسيا ليس من مصلحتها الآن أن تخسر حليف مهم في المنطقة وهو إيران، وإيران هدفه الولايات المتحدة، ولذلك الآن هناك استماتة في فيينا من أجل الاستمرار في المفاوضات. هناك يعني العديد من الأوراق التي قدمت للوفد الإيراني. الوفد الإيراني طلب مهلة للتوجه لإيران والتشاور مع القيادة الحالية. أشكرك روسيا دكتور. تلعب الآن دور إيجابي في تقريب وجهات النظر. شكرا جزيلا لك دكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. الشكر أيضا لسيد أندري مورتازين، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من موسكو، و ماثيو بروديسكي، كبير الباحثين بمجموعة الأمن القومي الأمريكي. شكرا لكم ضيوفي الكرام. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من مدار الغد وتابعتم فيها الانقسامات بين المعتدلين والمتشددين في إيران تتصاعد على خلفية تسريبات ظريف. تداعيات في الخارج بعد تسريبات ظريف، جمهوريون يطالبون بعزل كيري، وبيان حاد اللهجة من روسيا. نهاية حلقة اليوم من مدار الغد، إلى اللقاء.